لا اما المحاصيل، هذه المحاصيل النقديه نحن مشان تكون بالصوره، نحن عدينا الان مشروعين قرار رفعنا سقف اعداد ودعم هذه المحاصيل النقديه بالذات انتاج وتربيه النحل وانتاج العسل ومشروع الوطني للبن. هناك الان سنشي قرار جمهوري سيصدر ان شاء الله قريبا لانشاء المركز الوطني للبن والمركز الوطني لتربيه النحل وانتاج العسل، وشغالين على مشاريع كثيره سواء كان مع البنك الاسلامي، لان معنا مشروع مع البنك الاسلامي وبرنامج الملك سلمان يدعم في مشاريعه ينفذ عن طريق الوكاله الدوليه للتنميه المشاريع الصغيره والاصغر، ومعنا شغل برضه مع منظمه الصحه ومنظمات كثيره، وكذلك الايفاد وصندوق التنميه الزراعيه في مشاريع مختلفه. صعب ان نرصدك بالارقام، ولكن هناك في شغل مختلف تماما لهذه المحاصيل النقديه ان نعيد لها مجدها ان شاء الله باذن الله تعالى. الوضع صعب شويه اقتصاديا، لكن ما نحصل عليه من تمويلات والجهد الدولي الذي نكتفي فيه وفي قليل من المنظمات الداعمه لتوظيفه في هذا الاتجاه. نعم يا معالي الوزير، بخصوص القات وزحفه على الكثير من المناطق الزراعيه لزراعه البن، ماذا تشكل لكم هذه النقطه يعني؟ دعم مشاريع القات يعتبر تحدي كبير لاستنزاف اكبر مخزون مائي في معظم المناطق التي زرعتها، لكن اصبح محصول نقدي يدور بالفائده على المزارعين، ولهذا عكفت الناس عن الاتجاه للزراعات الاخرى. لكن شغلنا الان اللي هو دعم مشروع البن، مشاريع البن وبعض المشاريع الاخرى، وايجاد خطط بديله خاصه للري بالتنقيط، الري بالتنقيط وشركات الري بالتنقيط ودعم المزارعين فيها من خلال الدعم الذي توفر سواء كان عن منظمات او كان عن الدوله صورة مباشرة، بحيث أن نوجد البدائل للمزارعين بحيث يكون هناك نوع من إيش من تخفيف الكلف والحفاظ على هدر المياه، وبنفس الوقت نترك مزارع صاحب القات هذا أن يشتغل على الفيول ويعيش يستخدم كلف أكبر. يعني لازم خلق نوع من المنافسة. الشيء الآخر دعم محصول البن الذي هو موروث شعبي وموروث ثقافي أصيل للشعب اليمني بصورة مباشرة كمحصول نقدي هام، وإن شاء الله برضو نحن نتحرك الآن في مجالات أخرى لتنظيم برضو معرض إن شاء الله آخر هو للجانب العسل خلال الفترة القادمة مع الفريق الفني، ونعطي هذه المحاصيل النقدية أهمية التي تعود على البلاد برابطة اقتصادية وتعود من أهم المصادر المحاصيل النقدية تصديرا.